ألا يسأل عن الزلازل؟ يسأل عن الزلازل، هل هي عقاب من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ما الزلازل والصواعق والعواصف وكلها عقاب من الله عز وجل بذنوب العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن كان الزلازل لها أسباب معروفة، لها أسباب معروفة، لكن تصيب بعض الناس بالموت أو بتلف المال أو غير ذلك عقوبة له، ولو شاء الله لسلمه منها وحماه منها، لكن الله يعاقب بهذه الأمور عباده لأجل التوبة إلى الله عز وجل، ولأجل أن ينتقم من الظالمين والعصاة. نعم.